سيف الدين الدرينيا الدبلوماسي السابق ورئيس الجالية الفلسطينية بتونس. سيف الدين مرحبا. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة وتحية إلى جميع المستمعين. احنا وقت اللي نسمعوا اللكنة هذه وحدها ديجا، وقت اللي نسمعوا اللهجة هذه ديجا نفرحوا. مرحبا بك سيف الدين، وشكرا لك على قبول الدعوة. مرحبا بك، وكنت بحضرنا في استوديو المرة الأخرى. الآن سيف الدين، سؤال تقريبا مباشر حول الأوضاع الكارثية داخل القطاع. كيف ينظر الفلسطيني اليوم لما يحدث؟ الفلسطيني بكل فصائله وبكل أنواعه، الفلسطيني داخل القطاع، الفلسطيني داخل الضفة، الفلسطيني خارج أرض الوطن، الفلسطيني اللي موجود في البلاد العربية ولا اللي موجود في العالم، كيف ينظر الفلسطيني لما يحدث في القطاع الآن منذ أكثر من 130 يوم؟ يعني بالنسبة إلى الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في الشتات أو في 48، الأساس هو الصمود ثم الصمود ثم الصمود، لأننا ندرك تماما يعني الشعب الفلسطيني يقف على النوايا الغير معلنة عند الاحتلال الإسرائيلي. هو يعرف ماذا يريد، وبالتالي يدرك أن صموده وبقاؤه على هذه الأرض هو التحدي الأساسي. ويعني ما يدلل على هذا الكلام، الوضع الآن يعني في رفح، يعني الآن يعني جميع الدلائل تشير إلى أنه الاحتلال يعني ينوي ويستعد لاقتحام وارتكاب المجازر. نعم، لسبب بسيط، لأنه يعني إذا أردنا أن نعرف ما هو المستقبل المنظور للوضع، هل نحن ذاهبون إلى اجتياح ومجازر إسرائيلية جديدة أم إلى هدنة؟ الحقيقة يعني البحث عن الجواب لهذا السؤال هو من خلال النظرة إلى الوضع الداخلي الصهيوني. يعني في الداخل، إذا أولا أخذنا الأمور الغير رسمية، استطلاعات الرأي العام، تصريحات مجتمع مدني إلى آخره، اليوم كل الاستطلاعات الرأي العام تريد الاقتحام، تريد أنه حسم المعركة. هذه واحد. تنين أنه الآن الأشخاص الموجودين، الحكومة التي تتزعم الكيان الآن، هي وقودها وإمكانية استمرارها الآن رهنت على الاجتياح، الحرب، وتخلت عن كل الخيارات الأخرى. وبالتالي حسب قراءتي للوضع الداخلي، أنا لست متفائلا، لأنهم هم يريدون أن يبحثوا عن نصر مهما كان، مهما كان. خذ مثلا على سبيل المثال تحرير الرهائن الثلاثة اللي كانوا موجودين، المحتجزين الثلاثة، يعني كم من الهالة حتى الآن، يعني ويعني يصفوها بأنها إنجاز لم يسبق التاريخ. عملية نوعية لإنقاذ ثلاث أسرى، ولكن يلقوا ثلاث أسرى آخرين حتفهم. نعم، ولكن أيضا الثلاث أسرى لم يلقوها في موقع عسكري للمقاومة، هم وجدوهم في منزل عادي يعني مع أسرة فلسطينية. على كل، المهم في الموضوع أنه نحن مواجهة الاجتياح هو خطر يعني شبه أكيد، شبه مؤكد أنه لن يتوقفوا. لكن هنا سيف الدين الدريني، لن يتوقف خاصة، سمحني قصت عليك، أي خاصة؟ خاصة أنه الولايات المتحدة أيضا أصبحت مثل دولنا، أنها تقول كلام علني بلهجة، والمضمون والممارسة بواد آخر. الولايات المتحدة يعني هي ضعيفة، لم تطلب من إسرائيل عدم الاجتياح، هي تطلب منهم
انه خففوا عدد القتلى، يعني ما يكونش كثير، خلوا يعني خلي القتل أيه. اكثر انسانيه، يعني مش انه إذا يعني ضعف هالمطالب. الموقف ومواربة في الموقف. الآن هل يعني سيف الدين الدريني، هل يعني حقيقة الاقتحام والاجتياح أنه هو نهاية المعركة؟ لم تكون هناك نهاية معركة هذا هو لسبب بسيط، أنه إحنا نتحدث عن جيوش متناظرة، جيوش نظامية متناظرة، نحن نتحدث عن مقاومة، المقاومة باقية في أيام السلم وأيام الحرب وأيام اللي لا سلم ولا حرب، المقاومة هي فكرة، هي أساس. وأنا من هذا المنطلق، من خلال إذاعتكم، يعني أنا أتوجه إلى نخبنا العربية أينما كانت، وأنا هنا لا أتحدث يعني كفلسطيني يريد يعني أنه يناصر يطلب القضية. من الآخرين الدعم والتعاطف، لا، أنا أتحدث عن أنه لا نريد فقط أنه يعني يتعاطفوا مع عدد الشهداء وكم شهداء أطفال ونساء، نحن يجب على نخبنا أن تركز على حق آخر، حق مهم جدا، اللي هو حق المقاومة ضد الاحتلال. مفهوم. هذا نحن، أنا حق الطفل أن يعيش وحق الإنسان أن مفهوم. يعيش، هذا شيء مفروغ منه، لكن ما نريد أن نؤكد للعالم حقنا في المقاومة. أنا عندما أقول الصمود، ما هو الصمود نوع من أنواع المقاومة أيضا، سيف الدين الدريني، أنا أحبط مشاريع العدو، وبالتالي على نخبنا التركيز دائما على شرعية وعلى حق المقاومة سياسيا وقانونيا وأخلاقيا ودينيا في كل العرب. لكن سيف الدين دريني، هذا مفهوم يظهر لي ومهم جدا أنك تأكد عليه، لكن خليني نرجع إلى حقيقة الميدان. 55 كيلومتر مربع، 1.4 مليون نسمة، الحدود مع مصر، والكباشة الآن هي كباشة الاحتلال الذي يهدد بالاجتياح، وضع إنساني كارثي. الآن ما هي التبعات العملية لذلك؟ هل وفي نفس الوقت جنون من الكيان المحتل الذي يعتبر أنه حانت ساعة الحسم، ولذلك الآن ما هي التبعات العملية لذلك؟ هل يعني ذلك أن الأهالي باش يلقاو روحهم مضطرين للدخول إلى سيناء؟ إي لا. هل يعني ذلك موتى وضحايا بالآلاف؟ ماذا يعني ذلك عمليا سيف الدين درين؟ هذا يعني كل ذلك، لأنه يعني لو أخذنا التجربة التي حصلت في شمال القطاع، وسط القطاع، والنزوح المستمر للأهالي، كان يعني في حسابات العدو انه اهم شيء انه من خلال هذه المجازر، من ضمن الاهداف عدا عن شهوته في الانتقام لما جرى له، الا انه هناك هدف اخر مهم بالنسبه له، هو انه هذه الحاضنه الشعبيه للمقاومه، انه ان يحدث تناقض بين الحاضنه الشعبيه وبين قوى المقاومه، وبالتالي هو من خلال انه ارتفاع وتيره المجازر وحجمها الكارثي، انه قد يصل الى تحقيق هذا الهدف، انه ان يحدث شرخ بين الحاضنه وبين المقاومه. ولكن انا يعني اقول لك انه هذا في تاريخنا الفلسطيني ما كان ولن يكون، لانه بالمحصله الشرخ المقاومه يعني هي جزء من حياتنا، سواء حتى للذين يعني لا ينتمون الى مقاومه مسلحه، يعني انت تسمع في ادبيات وتاريخ القضيه الفلسطينيه، تسمع عن ادب المقاومه، شعراء مقاومه حتى بدون سلاح، لانه هذا قدرنا الصمود والمقاومه على ارضنا. اذا اردنا ان نبقى على هذه الارض، فهو صحيح يريد ان يعني يحدث شرخا بين المقاومه وبين الحاضنه الشعبيه، ولكن هو ايضا يريد أن يأخذ هذه الأرض بدون سكانها، هو يريد التخلص من السكان. مشاريع التهجير
يعني يعرفها المواطن الفلسطيني قبل المقاوم الفلسطيني، هو يدرك ذلك أنه الهدف هو عمليات التهجير اللي كانت في مخططاته وما زالت تعرف باسم الترانسفير. والاحتلال يعني ينظر إلى ما يدور حوله في الإقليم، فمثلا شاهد ما حصل في العراق، ما حصل في سوريا، أن هناك تغييرات حتى في السودان، أن هناك في تغييرات ديموغرافية، يعني البنية الديموغرافية أن يجمعوا كل الإثنيات والطوائف كل في حدة من أجل زيادة في التقسيم وزيادة في الإحداث الشرخ الاجتماعي. فهو يطالب بحصته، أنه أنا كمان أريد أنا أنه دولتي تكون متجانسة، وأنا في عندي هنا شعب أنا لا أريد هاي الأرض لإلي. وطالما المجتمع الدولي والولايات المتحدة والغرب يعني ينادي بأنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، يعني الدفاع عن نفسها وين؟ فالحرب موجودة، المظلة موجودة، المظلة العالمية موجودة، هي المظلة العالمية موجودة. لذلك أنا أقول لك يعني هذه المحطة النضالية الفلسطينية هي محطة جديدة وليست أخيرة. ما زال أمامنا الكثير من المحطات النضالية، ولكن هذه المحطة هي محطة فارقة، لأنها لأول مرة في تاريخ الصراع الذي فعلته المقاومة هي كشفت وعرت الوجه الحقيقي، أنه يمكن التغلب على هذا الكيان، أن هذا الكيان بالفعل كما قيل سابقاً أنه أوهن من خيط العنكبوت، لأنه يعتمد على مصدرين هو لا يملكهم. المصدر الأول هو الدعم الغربي الأمريكي الأوروبي الغير محدود، يعني تصور إسرائيل بدون كل هذه الأسلحة وكل هذه المساعدات الدبلوماسية والعسكرية والسياسية، هذا دعم هو شريان حياتها. الدعم الشريان الثاني لحياتها هو التخاذل العربي والضعف العربي، لأنه لو كان في عنا بيئة إقليمية ليست ضعيفة بهذه القدر ما كانت نفس التوازنات. شكرا لك سيف الدين الدريني.